بمناسبة اليوم العالمي للكلى، نظم مركز الكلية الصناعية بالقطن بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي حضرموت حفل تدشين الحملة الأولى للوقاية من الفشل الكلوي تحت شعار كليتك أمانة لديك، والتي تستمر أسبوع في عموم وادي حضرموت. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين أوساط المواطنين في اليوم العالمي للكلى والاحتفال به سنويا، وتعريف المجتمع بخطورة مرض الفشل الكلوي والأسباب المؤدية للإصابة به، وترسيخ مفهوم الوقاية خير من العلاج، وتوجيه المجتمع ومؤسساته للاهتمام بمرضى الكلى كواجب ديني وإنساني.